لكن الحدث حدث حوالي الساعة 12 الصبح ارتطام سفينة عابرة سفينة عمليات لمركب الصين موجودة عليها الحادث طبعا أدى إلى انقلاب الروح على أحد الأجناب طبعا ما حصلش تنبيه أو إنذار كامل ما بين المركب العابرة دي ومركب الصين إنقاذ حوالي 11 سليم وفي اثنين جايين حوالي 13 واحد باقي ان هم قدروا يطلعوا بعض جثث رغم صعوبه الجو والليل والظلمه قدرت الناس ان هي تساعد في انتشال